إعلان المشير السيسي ترشح لانتخابات الرئاسة كان لها رد فعل جامد جدا في الشارع المصري بين الشعب المصري كله. يمكن أول مرة أحس بفرحة، وأول مرة الشعب يكون في فرحة غامرة لاستقالة مسؤول، استقالته من القوات المسلحة، واخد بال حضرتك، وترشحه المشير السيسي. الناس يعني أول مرة تحس إن الشعب المصري يعني يتفق على هذه الشخصية، الشخصية اللي أنا بعتبرها هتنجد مصر مما هو فيه. إحنا مصر تعرضت في سنة إلى خراب من هذا الفصيل الإرهابي مرسي وعصابته. النهاردة المشير السيسي بيعلن في 16 دقيقة بيان يعني كان قمة روشتة لعلاج مصر. أولا القضاء على الإرهاب، البطالة، الرعاية الصحية لكل مواطن، عودة مكانة مصر، يعني الباقي الحاجة الوحيدة الباقية إن الشعب المصري يساند هذا الرجل ونبدأ الشغل. وأنا بقول إن المرحلة اللي جاية مرحلة دقة ساعة العمل، لابد إن الشعب المصري يغير فكره ونبدأ إن إحنا نشتغل والشعب يجتهد وننتج، هنبقى من أعظم الشعوب في العالم.